السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بيكم، معاكم شريف الشامي، والنهاردة هنتكلم عن الأتوموس كونكت. باختصار الجهاز ده أو الكونفرتر ده بيحول الكاميرا بتاعتك لويب كام، تقدر تستعمل الكاميرا الميرورلس أو دي اس ال ار على إنها ويب كام. هتوصل من هنا ال HDMI اللي جاي من الكاميرا، ومن هنا على طول USB هتوصله في الجهاز. تقدر تصور بالكاميرا بتاعتك لحد 4K 30 فريم بير سكند، والكونفرتر ده هيحول الفوتج ال 4K لفول اتش دي علشان تقدر تستخدمه على اي بلاتفورم انت عايزه، على زوم، على فيسبوك، يوتيوب، او بي اس، اي بلاتفورم انت عايز تطلع من عليه ستريمينج او تسجل من عليه بجودة الكاميرا بتاعتك. بس كده خلصنا. سعر الكونفرتر ده هو 305 درهم او 82 دولار، تقدر تشتريه من ادفانس ميديا الرياض او دبي، او تقدر تشتريه من اللينك اللي تحت الفيديو. لو عجبك الفيديو ياريت تعمل لايك وشير وسبسكرايب. اشوفكوا الحلقة الجاية، سلام.